السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفيديو راح أتكلم معاكم عن طريقة عضوية لتسميد الأرض واستخدام موارد عندنا في البيت بدال ما نرميها برا أو للي حاب يستغلها بشكل ثاني في الحديقة. طبعا هذه طريقة قديمة ومستخدمة في دول كثيرة يستخدمونها وحضارات وثقافات كثيرة استخدمتها، ولكن نوعا ما شوي مع تطور ساعات نتجه للعلم بزيادة وبعدين مع الوقت نرجع للأساليب القديمة. فاللي حبيت أبين لكم اليوم أن في طريقة أن إحنا ننعش التربة بشكل عضوي ونضيف لها مواد عضوية تعطي نشاط قوي جدا في التربة، اللي هي أن إحنا ناخذ اللي هو راس السمك ندفنه في الأرض، وبالذات الطريقة اللي كانوا يستخدمونها الهنود الحمر اللي علموها النازحين في أمريكا من أوروبا، إن السمكة أو السمكة عموما كاملة كانت تندفن تحت الشتلة مباشرة تحت الشتلة، ولكن بعمق طبعا على أساس إن الشتلة تتغذى عليها مع الوقت لما تبتدي تتحلل. فأنا عندي هذه الخط وعندي كذا قطعة، فراح أدفن في هذه الخط كذا قطعة كذا راس، لأن راح إن شاء الله أزرع محصول صيفي من اليح والبطيخ، فراح أدفنه هني وراح أدفنهم بشوية عمق، وراح أبين لكم الطريقة علشان اللي حاب يسوي هذا الشيء. طبعا هذا الشيء نسويه قبل لا نزرع، يعني إذا موسم الزراعة قلنا شهر 9، يعني ممكن بداية 9 نسوي هذا الشيء قبل لا ننقل الشتلات، أو حتى نقدر نسوي وقت نقل الشتلات في الأرض، فما في أي مشكلة، يعني ما نحتاج تجهيز مسبق جدا لهذه الطريقة. فأول شيء اللي هو طبعا راح أحفر، فبعمق تقريبا نص يد هذا العمق، راح أخذ القطعة وأحطها وأحط عليها التربة، نحاول ندفنها بشكل عدل على أساس أن بالذات اللي عنده قطاوة أو قطط في المنطقة راح يعني ما تشم الريحة، وما نبغيها تشم الريحة وتحفرها وتطلعها لنا وتخرب الحديقة، فنحاول أن ندفنها. القطعة الثانية راح أدفنها هني. اللي توفر لي هذه الطريقة من التسميد توفر لي طبعا فوسفور، توفر لي مواد عضوية أن تنشط الحياة طبيعية في التربة نفسها، فالدم أيضا يعطيني فوسفور، اللي في السمك يعطيني فوسفور أيضا، وراح يعطيني نيتروجين أيضا في تغذية التربة. فهذه طريقة سهلة وبسيطة، ونقدر نستفيد من القطع اللي احنا ما نستخدمها من عظم وكذا، وإن شاء الله مع الوقت راح أرجع للقطعة هذه وأراويكم في فيديو ثاني شو اللي يصير مع هذه القطعة بعد نهاية الموسم أو بداية الموسم الجاي إن شاء الله إذا الله أحيانا وياكم، وراح أبينها لكم إن شاء الله. فمثل ما أنتم شايفين أنا الحين دفنت في كذا مكان وزعتهم على أساس التغذية والنشاط يصير تقريبا في كل الحوض يعني، ولو أنه في مناطق، ولكن إن شاء الله التربة كلها راح تنتعش، وهذه حتى لو عندي ديدان في الأرض الديدان راح تنشط بسبب وجود المواد اللي ممكن تتحلل وتتغذى عليها. فيعني احنا مو بشرط ان ندفن بنص يد، ممكن ندفن بعمق يد او شوي اكثر بعد احسن، على اساس بس نتجنب مثل ما قلت القطاوة او الله يعزكم الكلاب او كذا، ان تحفر في الحديقة وتحاول تطلع العظم او السمك يعني بنفسه، بالذات اللي يأكلون سمك بكثرة أو يصيدون السمك أو كذا، ممكن نستفيد من أي شيء من السمك، الذيل، الصفط أو يعني اللي النظفة من السمك، الرأس أو أي شيء اللي ما راح نأكله ممكن ندفنه، حتى الدم يغذي التربة يعطيني فوسفور في التربة وينشط الحياة في الحديقة عندي. فأتمنى أن استفدتم من هذا الفيديو البسيط ولكن جدا مفيد للتربة، بالذات للمزارعين اللي يزرعون بشكل عضوي. وإذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار بخصوص هذا الموضوع أو أي موضوع ثاني ممكن تتركونه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.